الحمد لله العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الله الكريم. وبعد، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قام نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي، قال: فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون له قلبين؟ قال: قلب معكم وقلب معهم. فأنزل الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. صحح أحمد شاكر إسناده في مسند أحمد. وقوله فخطر خطرة يريد الوسوسة التي تحصل للإنسان في صلاته، كما جاء في تحفة الأحوذي. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: كان في الجاهلية رجل يقال له ذو قلبين، فأنزل الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال الأرناؤوطي في تخريج مشكل الآثار: فيه أبو هلال واسمه محمد بن سليم الراسبي في هيلين، وباقي السند ثقات. انتهى. قلت: فهو إسناد حسن. قال ابن حجر في الراسبي في موسوعة الحديث: صدوق في هيلين. قال الطحاوي في مشكل الآثار بعد أن ساق الروايتين السابقتين: والتأويل الأول أولى التأويلات. قال ابن العربي في أحكام القرآن: والمعنى في هذه الآية أنه لا يجتمع في القلب الكفر والإيمان والهدى والضلال والإنابة والإصرار. قال السيوطي: أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن الزهري في قوله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قال: بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة، ضرب له مثلا يقول: ليس ابن رجل آخر ابنك. قال ابن كثير: يقول تعالى موطئا قبل المقصود المعنوي أمرا حسيا معروفا، هو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه، ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله: أنت علي كظهر أمي أما له، كذلك لا يصير الدعي ولدا للرجل إذا تمناه فدعاه ابنا له. فقال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفي، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، كقوله في سورة المجادلة: ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. وذلك في سورة المجادلة. قال الشوكاني: والظهر مشتق من الظهر، وأصله أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. والمعنى: وما جعل الله نساءكم اللاتي تقولون لهن. هذا القول كأمهاتكم في التحريم، ولكنه منكر من القول وزور. وكذلك ما جعل الأدعياء الذين تدعون أنهم أبناءكم أبناء لكم، والأدعياء جمع دعي. انتهى. وفي قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلت: فخص الله تعالى الرجل بهذا النفي، لأن المرأة إذا حملت يكون قلبها وقلب جنينها في جوفها معا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزل في القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وفي رواية: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. رواه مسلم. وحار أي رجع، كما في المعجم الوسيط. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. متفق عليه. قال الشوكاني: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي هو أحق بهم في كل أمور الدين والدنيا، وأولى بهم من أنفسهم، فضلا عن أن يكون أولى بهم من غيرهم. فيجب عليهم أن يؤثروا بما أرادوا من أموالهم وإن كانوا محتاجين إليها، ويجب عليهم أن يحبوه زيادة على حبهم أنفسهم، ويجب عليهم أن يقدموا حكمه عليهم على حكمهم لأنفسهم. ثم قال: وأزواجه أمهاتهم، أي مثل أمهاتهم في الحكم بالتحريم،
ومنزلات منزلتهن في استحقاق التعظيم، فلا يحل لأحد أن يتزوج بواحدة منهن. ثم قال: المراد بأولى الأرحام القرابات، أي هم أحق ببعضهم البعض في الميراث. ثم قال: وهي ناسخة لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والموالاة. ثم قال: في الكتاب مسطورة، أي في اللوح المحفوظ أو في القرآن مكتوبة. قال الشوكاني: قال قتادة: أخذ الله الميثاق على النبيين خصوصا أن يصدق بعضهم بعضا ويتبع بعضهم بعضا. ثم قال: ثم خصص سبحانه بعض النبيين بالذكر بعد التعميم الشامل لهم ولغيرهم، فقال: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد شرف وفضل لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة ومن أولي العزم من الرسل، وتقديم ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم مع تأخر زمانه فيه من التشريف له والتعظيم ما لا يخفى. انتهى. قلت: ونسبة عيسى عليه السلام إلى أمه في الآية وفي مقام التكريم والتشريف أبلغ في الرد على اليهود الذين كفروا به عليه السلام وطعنوا في نسبه الطاهر. وإذ أخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال القرطبي: وفي هذا تنبيه، أي إذا كان الأنبياء يسألون فكيف من سواهم. انتهى. قلت: وهذه كآية الأعراف، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أرسلنا عليهم ريحا، قال ابن كثير، قال مجاهد: وهي الصبا، ويؤيده الحديث الآخر: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ثم قال: وقوله تعالى: وجنودا لم تروها هم الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف. انتهى. قلت: والحديث متفق عليه، والعرب تسمي الريح التي تأتي من المشرق إلى المغرب الصبا، وتسمي الريح التي تأتي من المغرب إلى المشرق الدبور، لأنها تستدبر الكعبة. عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قالت: كان ذلك يوم الخندق. متفق عليه. قال القرطبي: إذ في موضع نصب بمعنى واذكر، وكذا وإذ قالت طائفة منهم: من فوقكم، يعني من فوق الوادي وهو أعلاه من قبل المشرق، جاء منه عوف بن مالك في بني نصر، وعيينة بن حصن في أهل نجد، وطليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد، ومن أسفل منكم، يعني من بطن الوادي من قبل المغرب، جاء منه أبو سفيان بن حرب على أهل مكة، ويزيد بن جحش على قريش، وجاء أبو الأعور السلمي ومعه حيي بن أخطب اليهودي في يهود بن قريظة مع عامر بن الطفيل من وجه الخندق. وإذ زاغت الأبصار، أي شخصت وقيل مات، فلم تلتفت إلا إلى عدوها دهشا من فرط الهول، وبلغت القلوب الحناجر، قيل هو على معنى المبالغة على مذهب العربي في إضمار كادة. ابتلي المؤمنون، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ابتلاهم الله بهذا الابتلاء الذي يكفر به خطيئاتهم ويرفع به درجاتهم، وزلزلوا بما يحصل لهم من الرجفات بما استوجبوا به أعلى الدرجات. قال القرطبي: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي شك ونفاق، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي باطلا من القول. وقال الشعراوي: المنافقون هم أنفسهم الذين في قلوبهم مرض، فهما شيء واحد، وهذا العطف يسمونه عطف البيان. قال أبو حيان الأندلسي: وإذ يقول المنافقون وهم المظهرون الإيمان المبطنون الكفر، والذين في قلوبهم مرض هم ضعفاء الإيمان الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فهم على حرف، والعطف دال على التغير نبه عليهم على جهة الذم. قال القرطبي: مقام بضم الميم يكون مصدرا من أقام يقيم، لائق أي لا إقامة، أو موضعا يقيمون فيه، ومن فتح فهو اسم مكان، أي لا موضع لكم تقيمون فيه. فارجعوا أي إلى منازلكم، أمروهم بالهروب من عسكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يقولون إن بيوتنا عورة، أي سائبة ضائعة ليست بحصينة، وهي مما يلي العدو، وقيل ممكنة للسراق لخلوها من الرجال. ثم قال: إن يريدون إلا فرارا، أي ما يريدون إلا الهرب. قال الطبري: ويقول ولو دخلت المدينة على هؤلاء القائلين إن بيوتنا عورة من أقطارها، يعني من جوانبها ونواحيها، واحدها قطر. ثم قال: ثم سئلوا الفتنة، يقول ثم سئلوا الرجوع من الإيمان إلى الشرك لأتوها، يقول لفعلوا ورجعوا عن الإسلام وأشركوا. وقوله: ما تلبثوا بها إلا يسيرا، يقول ما احتبسوا عن إجابتهم إلى الشرك إلا يسيرا قليلا، ولا أسرعوا إلى ذلك. ثم قال: لآتوها بمد الألف،
بمعنى لا أعطوها لقوله ثم سئلوا الفتنة. وقالوا إذا كان سؤال كان إعطاء. قال القرطبي: ما تلبثوا بها أي بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلا حتى يهلكوا. قال السدي والقتيبي والحسن والفراء. وقال أكثر المفسرين: أي وما احتبسوا عن فتنة الشرك إلا قليلا ولا أجابوا بالشرك مسرعين. انتهى. قلت: والصواب قول من قال إن المقصود ما تلبثوا بالمدينة، ولو كان المقصود ما احتبسوا عن فتنة الشرك لجاءت الآية وما تلبثوا عنها إلا يسيرا، والله أعلم. وقرأها لأتوها بهمزة القطع نافع وأبو جعفر وابن كثير، وقرأها الباقون بمد الألف لأتوها كما في موقع نور للقرآن وعلومه. قال الطبري: يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء الذين يستأذنونك يقولون إن بيوتنا عورة هربا من القتل، من ذا الذي يمنعكم من الله إن هو أراد بكم سوءا في أنفسكم من قتل أو بلاء أو غير ذلك أو عافية وسلامة، وهل ما يكون بكم في أنفسكم من سوء أو رحمة إلا من قبله. ثم قال: قد يعلم الله الذين يعوقون الناس منكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصدونهم عنه وعن شهود الحرب معه نفاقا منهم وتخذيلا عن الإسلام وأهله، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي تعالوا إلينا ودعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فلا تشهدوا معه مشهده فإنا نخاف عليكم الهلاك بهلاكه. قال القرطبي: ولا يأتون البأس إلا قليلا خوفا من الموت. قال ابن كثير: رأيتهم ينظرون إليك من الموت، أي من شدة خوفه وجزعه، وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من الكتاب. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي فإذا كان الأمن تكلموا كلاما بليغا فصيحا عاليا وادعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة وهم يكذبون في ذلك. قال ابن عباس: سلقوكم أي استقبلوكم. ثم قال: أشحة على الخير، أي ليس فيهم خير. قال البغوي: بخلاء بالنفقة في سبيل الله والنصرة. قال الواحدي: أشحة عليكم منصوب على الحال. قال القرطبي: وحكى الفراء: سلقوكم بالصاد، وخطيب مسلاق ومصلاق إذا كان بليغا. قال الشوكاني: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، أي يحسب هؤلاء المنافقون لجبنهم أن الأحزاب باقون في معسكرهم لم يذهبوا إلى ديارهم، وذلك لما نزل بهم من الفشل والروع، وإن يأتي الأحزاب مرة أخرى بعد هذه المرة يود لو أنهم بادون في الأعراب أن يتمنون أنهم في بادية الأعراب لما حل بهم من الرهبة، والبادي خلاف الحاضر، يقال بدا يبدو بداوة إذا خرج إلى البادية. انتهى. قلت: جزمت يود بحذف النون جوابا للشرط كما في الإعراب الميسر. قال القرطبي: هذا عتاب للمتخلفين عن القتال، أي كان لكم قدوة في النبي صلى الله عليه وسلم حيث بذل نفسه لنصرة دين الله في خروجه إلى الخندق. ثم قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال سعيد بن جبير: المعنى لمن كان يرجو لقاء الله بإيمانه ويصدق بالبعث الذي فيه جزاء الأفعال. قال ابن كثير: أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب، ولهذا قال تعالى: وصدق الله ورسوله. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم كما قاله جمهور الآئمة إنه يزيد وينقص. ثم قال: ومعنى قوله جلت عظمته وما زادهم، أي ذلك الحال والضيق والشدة، إلا إيمانا بالله وتسليما، أي انقيادا لأوامره وطاعة لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.